جنرال، مساء الخير واهلا وسهلا فيك. يسعد مساك. بالسابق كانت عند البعض قضيه التيار الوطني الحر واضحه اكثر من اليوم، يعني كان ينقال حريه سياده استقلال، بعدين شراكه وطنيه محاربه فساد. اليوم في البعض عندهم شويه تشويش انه شو قضيه التيار، بس قول عن حالي انا تيار وطني حر، يعني بكون عم ناضل عم بشتغل كرمال شو؟ بالواقع كل شيء تغير بالبلد. الشعار اللي كنا حاملينه بالاول هو سيادة حرية استقلال حصلنا عليهم، ولكن كان فيهم بعض الشوائب بدأت تتصلح. وبعتقد أنه ما نشتغل تحت شعارات تانية. شو اليوم شو نضرب بالشعب بالوطن؟ الفساد، التخاذل، الإدارة كلها ميتة. كلكم تعرفوا أنه ما في شيء ماشي إلا بالرشوة، وحاليا اكثر من السابق. فاذا هيدا شغلنا حاليا. في عنا شباب في لهم مستقبل عم يهاجروا، بس يكبروا مش عم تلاقوا شغل. كل هالمواضيع هيدي بدها تنحل. جنرال، التيار الوطني الحر برايك بعده نفسه التيار يلي انطلق معك، ولا مثل ما بيقولوا البعض انه في تيار نشال ونحط محله تيار تاني؟ هاو بنقريهم كل يوم على مواقع التواصل. لا لا، اسمحوا لنا نقول انه ما غيرنا حدا. في استمرارية الكافية من بقاء المؤسسين فيه، يلي ابدا ما توينوا عن اي لحظة لازم يعملوا شيء. وخصوصا اللاتنية اللي عم يستلموا إدارة التيار، بعتقد أنه كافيين كفاية. هل لازم نخاف على مستقبل التيار الوطني الحر اليوم؟ وإذا في سبب للخوف شو هو مصدره؟ يعني من شو في خوف على مستقبل التيار الوطني الحر؟ هلأ طالما أنه الانضباط مضبوط فيه، وإن كان البعض تركوا أو تركوا، ما عليه خطر. عليه خطر بيصير وقت الناس يترك الأخطاء تتراكم، لأن التيار منه قليل. تتأسس بالدم بالحروب حتى يرجع لبنان حر وسيد. بعتقد اللي بده ينسى بينسى تاريخه، تاريخ وطنه. بيقول السيد المسيح كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب. ليش التيار الوطني الحر بده يشز عن هالقاعدة؟ ما بيشز عن هالقاعدة. كل تجمع بشري وين ما كان بده يحصل فيه اخطاء، واذا ما تاخذ يعني اشياء تمنع اشياء هيدا، ايه اكيد بيفرط، بصير المصلحه تحرك المصلحه الفرديه. هلا اليوم تعتبر انه بالتيار في انقسام؟ مش انقسام بالتيار. بعض المنتسبين الى التيار عندهم طموحات خارج التيار، والطموحات يعني تجعل مسؤولين عن التيار يقولون حققوا طموحاتكم، بس لوحدكم مش استغلوا التيار لكم. يقولوا لهم حققوا طموحاتكم لوحدكم؟ ايه؟ من دون ما تستخدموا التيار بهذا الامور؟ بهذا الموضوع، لان التيار عنده سياسته مش للاجار. التيار عنده قضايا أساسية للوطن للشعب كله سوا. ما في احتكار يعني سياسي بالتيار، حتى لو كان رئيسه، حتى لو كان وزيره، حتى لو كان نائبه، لا، بده يكون واحد يعني متجرد بالحالة اللي عم يدافع عنها وبده اياها تنجح. إذا الجنرال العون اليوم بده يوصف لنا شو صاير بقلب التيار؟ شو بتقول؟ يعني شو اللي صاير اليوم اللي بينحكى عنه بوسائل الاعلام؟ شيء طبيعي. وقت عم تقول مجموعه كبيره بده يصير خلافات، في ناس افتكروا انه محظيين بده يطلع لهم شيء. التيار بده يا واحد يكون عنده تنازل شوي من التنازل الشخصي حتى يقدر ينجح. التيار الناجح هو في أعضاء يعني متجردين عن المنفعة الشخصية. دائما
بالشجرة في أغصان ضعيفة وفي أغصان قوية. القوية بتخليها تنجح وتكبر، الضعيفة بيشحلوها. أنا مزارع كنت. جنرال، في أشخاص اليوم بالطيار بيقولوا نحن أسسنا الطيار، إيه؟ وبالتالي بحق لنا ما لا يحق لغيرنا. لا، ما في قول هذا صحيح. في ناس بينجحوا في ناس ما بينجحوا. جديد الطيار بده يتجدد. هل بالطيار اليوم في ديكتاتورية أم في حرية زايدة؟ إذا واحد كل واحد بده ياخذ برأيه لوحده، لا، بده يكون في المجموعة الكبيرة عم تحكي وعم تصحح وعم تنجح. هلا إذا واحد ما بتعجبه هذا الوضع يصطفل، هاي مشكلته. يعني لازم يكون في نوع من الموازنة بين الحرية والتنوع وإلى آخره، وبين النظام والالتزام. بالتأكيد، لأني مرات الحقيقة إلى وجه واحد، ما فينا نقول يلي ضد الحقيقة ومع الحقيقة. في الحقيقة حقيقة الكل بده يلتزموا فيها. تشقق بالتيار وبغيره وقت الواحد بده يفرض رأيه على البقية الآخرين. طالما ضمن التيار كل شيء عم يتناقش وكل شيء عم يتأيد، إذا كانوا الأكثرية الساحة، لا، ما فينا نتبع واحد وحده. بده يقبل إنه معوش حق. يقبل إنه ما معه حق ويلتزم برأي الأكثرية. إيه، يضلوا. مش ممنوع إنه يحكي ضمن غرفة الاجتماع، بده يضل ضمن غرفة الاجتماع. ما حدا بيقول بعدين هيدا طلع معه حق، طلع معه حق، وهيدا ما طلع معه حق. ما بنصنف بعضنا، بس متسمع لبعضنا وبيضل متاخد القرار هو الأجدى والأفضل. جنرال، من كم يوم قال الوزير باسيل انه ممنوع اللعب بقلب الطيار. شو قصد بهالكلام ومين اللي عم بيلعب بقلب الطيار؟ قصد انه ما حدا يشهر بها بالاخرين. رح احكي هلا بهلا، الموضوع حساس رح نفوت فيه مباشره. يلا. هل موضوع قرار فصل النائب ألا عون الطيار الوطني الحر قرار عادل؟ هل يعني ما ارتكب من أخطاء جسيم إلى درجة تستحق هذا القرار؟ ارتكب عدة أخطاء. الحكم جوا هنا. الحكم يعني القرار اللي طلع جوا التيار. بس هو القرار مش مارق عبرك جنرال؟ عبر مجلس الحكماء؟ بنهاية جمع الأخطاء وعدم قبول الملاحظات والتفرد بأشياء بتضر بالتيار. يعني القرار اللي طلع حضرتك موافق عليه؟ كيف لك؟ أنا جاي لساعد التيار بتبيين الحقائق أولا وأخيرا. طيب ليش وصلت الأمور بموضوع النائب ألا عون لهون؟ مثلا عمل أشغال تنقض وما بده يلتزم يصححها، ما تسلب. موضوع القرابة بالآخر نائب ألا عون بيكون ابن أختك، هذا الشيء ما بيعطيه نوع من حصانة أكثر يمكن أو لا؟ يعني مفروض عليه يكون هو نموذج بعكس ما بيحكوا الباقيين. نموذج يوقف يحكي برواء، ما بيروح يحكي ساعة تلفزيون ساعة تانية تلفزيون. نحن مش دكانة. جنرال، كتار من المفصولين سابقا من التيار الوطني الحر
عم يطلعوا على مواقع التواصل وعلى التلفزيونات إلى ما هنالك وبينتقدوا مراحل كانوا هن موجودين فيها سواء كنواب أو كمؤيدين، حتى إذا رجعنا لل 88 و 89 هيك وال 90. شفت لك شيء متهم بيقول انه هو ارتكب الخطأ المنسوب له، بس تلاقي واحد انا بصدقهم. شو بتقول لأهالي؟ أول شيء شو بتقول لناشطي التيار الوطني الحر بقضاء بعبدة؟ يلي في منهم هلا أكيد رح يتأثروا بالقرار اللي طلع وبدهم الجنرال عون يتوجه لهم. عم نقول لهم إنه ما حدا بينفصل من التيار ما يكون في أسباب، عم نحكي في تيار وفي سياسة تيار وكل شيء، ما بيقدر واحد يطلع عن سياسة التيار وقال خلص ما بيعود تيار، بيعود أفراد. هذا في شيء بده ينتقدوا بينتقدوا من جوا، مش مقبول. يعني بتدعيهم، نحن عم نحكي هون عن الناشطين بالتيار بقضاء بعبدة أو بغير قضاء بشكل عام، إنه لازم يلتزموا بالمؤسسة. أكيد، لشو هن بالحزب؟ مش حتى يجمعوا قوتهم ليعملوا إصلاح، ليقدموا شيء نحو الخير مثل ما بيقولوا. ما في. لشو تجمعوا؟ حتى يكون عندهم قوة. جنرال، هل تخشى أن تكون هناك تداعيات لقرار فصل النائب ألا عون على صعيد نواب آخرين؟ حدا يستقيل، حدا يتمادى باللي كان عم يعمله قبل؟ لا، هيدا خطير، بس في أخطر منه يضلوا مع بعضهم. نحكي شيء صريح، إن نحن التزام بتوجيهات تيار، بتوجيهات يلي بتمر برئيس التيار. قديش برأيك لازم تكون حدود حق النايب بالتميز؟ له حق يتميز مثلا بانتخاب رئيس جمهورية، ينتخب مرشح غير التكتل؟ لا، هيدا شيء أساسي، هيدا جوهر التيار، انه يكون رزمة قضبان مش قضيب. جنرال، حضرتك ابن حارة حراك، يعني ابن قضاء بعبدة، كمان اهالي بعبدة كلهم سوا، لما يصير شغلة لها علاقة بأحد نوابهم كمان ممكن انه يعتلوا هم او يعتبروا انه في خطر معين، كمان شو بتقول لهم؟ بقول لهم نحن ما استفردنا حدا لأسباب سياسية جدية تاخذ الإجراء. جنرال، في رسالة منك لكل اللبنانيين ولكل تيار الوطن الحر حول مستقبل التيار؟ أكيد، نحن كونوا مؤمنين، لأنه الإيمان بزيح الجبل. وتاني شغلة، بقدر نعمل أشياء كثيرة، بس ننضبط نكون لبعضنا مجموعين، بدون هيك شو كان معنى الرسميل بروح؟ شو هو أصلا رسميل التيار؟ الفكر والسياسي والتضامن. جنرال، في شخصية سياسية خلال هالأسبوع وصفت التيار الوطني الحر بأنه سرطان لبنان، والتيار الوطني الحر يعني حضرتك. الله يشفيه هو، وهو الله يوجه له الخير ويضل بصحة منيحة حتى يعمل واجباته. شكرا لك جنرال على هالمقابلة، وإن شاء الله بنتلاقى بمقابلات أخرى بوقت قريب وبنحكي بالأمور السياسية، مش بس بأمور التيار. أهلا وسهلا.